بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا شباب؟ ونكمل مع بعض حديث اليوم، وهو حديث اليوم بيكمل. انا والله بحاول طول ما احنا ماشيين الواحد يقول عايزين نكمل دي عند الشباب، ونكمل دي عند الشباب، ودي ناقصة عند الشباب، وكل يوم نحاول ناخد حديث ونقول تعالوا نكمل دي، تعالوا نكمل دي، تعالوا نصلح دي. حديث اليوم يعني سببه الحقيقة مشكلة في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي. المشكلة إيه؟ المشكلة اسمها غياب القدوة. تقتدي بمين؟ والشباب الحقيقة مساكين، وانتوا يا شباب عندكم مشكلة كبيرة، إن للأسف في واقعنا الحالي الشباب، طب أخد مين قدوتي؟ طب ألاقي مين أقتدي بيه؟ وعشان أكون صريح معاكم، هو ما ينفعش مجتمع يتقدم، وما ينفعش ناس تنصلح، وما ينفعش تحصل نهضة الأمة من أمم، من غير ما يكون فيه نماذج يكونوا قدوة ويقتدي بيهم الشباب ويمشي وراهم الشباب. هي طبيعة الحياة كده، طبيعة الحياة إن الإنسان لما بيلاقي قدامه مثل وشخصية ناجحة وعندها قيم وعملت رسالة في الحياة، هو بيبقى عايز يقلد الشخصية دي، فبتتفجر جواه طاقات إن أنا عايز أكون زي الشخصية دي. للأسف في واقعنا الحديث، عشان نكون صرحاء وعشان نديكوا حقكم وعلشان نقول إن الشباب معذور، أنا بقول معاكم إن الشباب معذور، لكن إن ما فيش القدوة دي، لكن بقول في نفس الوقت إن حديث النهاردة هو الأمل، وحديث النهاردة هو القدوة اللي بندور عليها. أنا الحقيقة قبل ما أقول الحديث عايز أفضل أأكد على أهمية إن لازم كل واحد فينا قدامه مثل أعلى، قدامه قدوة. وأنا عارف إن مهم قوي يكون في قدوة من اللي عايشين، لكن كمان ممكن نكون حاطين قدامنا قدوة من حد من الماضي وحاطينه قدامنا وبنقول احنا عايزين نقتدي بالقدوة دي. بالمناسبة قبل، انا كل ده لسه ما دخلتش في الحديث، بالمناسبة عملوا زي كده احصائية في امريكا، اتعملت على 50 من انجح الشخصيات في امريكا، وكان هدف الاحصائية ان هم يدوروا ايه الحاجة المشتركة اللي بتجمع بين الخمسين شخصية دي، وقعدوا يدوروا ويشوفوا، مش عارف كلهم عصاميين يعني ابتدوا من الصفر، يلاقوا لا ده في ناس كانت وارثة فلوس، مش عارف كلهم طوال، لا ده فيهم مش طوال، قعدوا يدوروا ايه الصفة اللي بتجمع بين 50 شخصية ناجحة. وطبعا دي حاجة صعبة قوي ان تلاقي صفة مشتركة في 50 واحد كلهم يعني ناجحين، لغاية ما لقوا صفة في الاخر. تخيلوا ايه الصفة اللي لقوها، حاجة عجيبة جدا. يعني الصفة اللي كانت بتجمعهم إن كلهم وهم صغيرين قابلوا ناس ناجحين، قابلوا مشاهير وسلموا عليهم وتأثروا بيهم، رغم إن بعضهم قابلوهم مرة أو مرتين بس. قد كده القدوة بتفرق في حياة البني آدم، والله بتفرق كتير جدا يا شباب. حديث النهاردة جاي بقول لكم، وأنا قبل ما أقول أيضا الحديث وأنا عمال يعني أعمل مقدمة طويلة لهذا الحديث، إحنا لو نزلنا الشارع دلوقتي وخدنا ميكروفون ونزلنا قابلنا الشباب في الشوارع وسألنا الشباب انت مين قدوتك في الحياة، تفتكروا هيقولوا مين؟ تفتكروا؟ تخيلوا يا جماعة ان في ناس كتير مش هتعرف تقول، وفي ناس هتتلجلج، وفي ناس هتاخد وقت طويل قوي على ما تفكر، رغم ان المفروض ان قدوتك في الحياة ده انت حاطه قدام عينيك. حديث النهاردة، فليكن قدوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم. في الدنيا الصعبة اللي احنا فيها، في غياب القدوة يا شباب، خلي عينيك وخلي دماغك وخلي أحلامك وخلي أفكارك وخلي تخطيطك مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكوا يا جماعة، مفيش واحد يصلح إن هو يكون قدوتك من غير ما تكون بتحبه. يعني لازم عشان تاخده قدوتك لازم الأول تكون بتحبه. من هنا جه حديث النهاردة، ومن هنا هذا الحديث أنا بهديه ليكوا يا شباب، وأرجوكوا يعني اكتبوه وحطوه قدام عينيكم وانو ان هو ده قدوتي. لو كل الدنيا باعت، لو كل القدوات اللي في بلادنا وفي عالمنا العربي وفي عالمنا الاسلاوي في عالمنا الاسلامي طلعت ما تصلحش، لو الناس كلها باعت ما تبيعش انت، ما تبيعش ليه؟ لان قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم. ده فكرة الحلقة، وده فكرة حديث النهاردة. انا قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم، بيعوا يا ناس، غيروا اخلاقكم، ضياع الأخلاق يحصل، القيم تروح، أنا ماليش دعوة، أنا قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده مثلي الأعلى، وماشي بحلم بهذا النموذج وعايز أقلده وعايز أعيش على خطاه، وهو حبيبي صلى الله عليه وسلم، وعشان بحبه قوي فهو قدوتي، ولأني محتاج له، ولأني اتعلمت منه الأخلاق، ولأنه عظيم، ولأن مفيش حد في الكون يصلح له يكون قدوة مثله. الحمد لله أن أنا من أمته، ده غيري كان بيدور على قدوة زيه، الحمد لله أن أنا لقيت
القدوة دي، وإذا كان عالمنا اختفى فيه القدوات أو بقت نادرة قوي قوي قوي، رغم أن أنا عارف أن احنا محتاجين شخص حي بينا يكون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بسنته بقي بينا إلى فينا إلى يوم القيامة. أنت قدوتك النبي، أنت مثلك الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش نعيش من غير مثل أعلى. والحمد لله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شوفوا الآية، خلي بالكوا الآية ما قالتش لقد كان لكم في محمد، نادته برسول الله، لأن الأشخاص بتموت لكن الرسالة مش ممكن تموت. عشان كده الله تبارك وتعالى بيقولك فليكن أسوتك وقدوتك هو محمد صلى الله عليه وسلم. دي فكرة الحلقة. إيه الحديث؟ أول مرة نأخر الحديث كل ده. إيه الحديث؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، لا يكتمل إيمان أحدكم، مش هتوصل لصحيح الإيمان، مش هتذوق حلاوة الإيمان. لأن في حديث تاني ذاق طعم الإيمان، ثلاثة من كنا فيه ذاق طعم الإيمان، اللي فيه الثلاث حاجات دول يدوق حلاوة الإيمان. أول واحدة فيهم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل أنت تحب رسول الله؟ بتحبه قوي؟ فاكرين على خطى الحبيب؟ بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، متعلق به، هو قدوتك في الحياة. خلي بالك أسوة حسنة أول خطوة فيها بحبه قوي. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك في الحديث لا يؤمن، مش هيكتمل الإيمان، مش هتدوق حلاوة الإسلام الحقيقي. مش معناها لا يؤمن أنت خارج عن الدين، معناها مش هتتذوق، مش هيكتمل إيمانك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، اللي قبليك واللي بعديك، أهلك وولادك وكل البشر. وفي رواية أخرى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده والناس أجمعين. حتى من نفسك لا يؤمن ولا يكتمل إيمانك لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أحب إليك. طب ليه؟ ليه يبقى أحب إلي؟ يعني ليه الحديث بيشدد كل التشديد ده والناس كلها؟ ليه التشديد ده؟ لأنك لو حبيته هيبقى قدوتك، ولو بقى قدوتك طول ما أنت شايف مثل أعلى في الحياة هتنضبط حياتك. يا جماعة من غير قدوة سهل أوي الانزلاق، من غير قدوة هتقول ما أنا مش شايف حد أقلده، مش شايف نموذج. البشر دايما محتاجين لنموذج، وهل أرسل الأنبياء إلا ليكونوا نماذج للبشر يقتدى بها ليتم الإصلاح في الأرض. فجعل الله تبارك وتعالى الإصلاح بدايته أنبياء الناس تاخدها قدوات، وبشر زينا. الفكرة كلها يا شباب، الفكرة اللي أنا عايز أطرحها عليكم، إيه رأيك يكون قدوتك من الحلقة دي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخلي بالك مش هتلاقي في الدنيا حد تقتدي به زي النبي صلى الله عليه وسلم، مش هتلاقي، لن تجد في الكون حد تقتدي به مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وحط لي أي حد تاني، أي إنسان، ما ينفعش أنت تستطيع أن تقتدي بسيدنا عيسى عليه السلام كإيه؟ كشاب أعزب، نقي، زاهد، مقاوم للفتن، ثابت على العبادة وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن هل تستطيع أن تقتدي بسيدنا عيسى كأب؟ هل تستطيع أن تقتدي بسيدنا عيسى كجد؟ هل تستطيع أن تقتدي بسيدنا عيسى كحاكم؟ هو أصلا ما تستطيعش تقتدي به كأب وكجد، لأنه هو، أو كزوج لأنه هو ما اتجوزش، ولا تستطيع أن تقتدي به كحاكم لأنه هو ما حكمش. تستطيع أن تقتدي بسيدنا سليمان كحاكم عادل غني شاكر، لكن هل تستطيع أنك تقتدي بسيدنا سليمان كمحكوم ضعيف؟ ما حصلتش. هل تستطيع أن تقتدي بسيدنا سليمان كفقير يعني لا يجد المال؟ ما حصلتش. لكن مين الوحيد اللي تستطيع أن تقتدي به غني وفقير، حاكم ومحكوم، ضعيف وقوي، يعني مهاد ومحارب ومسالم ومعاهد؟ مين اللي تستطيع أن تقتدي به كأب وكجد وكزوج وكأعزب؟ مين اللي الشباب يجدوا فيه قدوتهم، ومين اللي التجار يجدوا فيه قدوتهم؟ مين اللي الغني يجد فيه القدوة والفقير يجد فيه القدوة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا جمع له في 23 سنة مدة البعثة بتاعته كل ما يحتاج بني آدم في دقائق حياته ليوم القيامة. شوفوا يعني من عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى أن جمع لهذا النبي العظيم، عشان هيكون قدوة، عشان هو قدوة العالمين ليوم القيامة. عشان أنت تقول
طب ازاي هاخد قدوتي والحته دي مش موجوده في حياته؟ لا، انت كل ما ستحتاجه في حياتك اعزب ومتزوج، اب الاولاد، اب البنات، اب يموت له اولاد، متزوج من امراه ما بتخلفش، ومتزوج من امراه مخلفه اولاد من زوج تاني، تستطيع ان تقتدي بيه كارمل، تستطيع ان تقتدي بيه وهو بيكافح من اجل الحياه، تستطيع ان تقتدي بيه وهو يتيم، تستطيع ان تقتدي بيه وهو مربي وهو معلم. سبحان الله، جمع الله. يا شباب مش هتلاقي حد. وبعدين خلي بالك انت لما تنظر على العظماء في التاريخ هتلاقي كل عظيم من العظماء متميز في حته. يعني تبص على غاندي تبص تلاقيه عظيم في السياسة، تبص على شكسبير تبص تلاقيه عظيم في الكتابة، تبص على مش عارف مين تلاقيه، لكن مين اللي عظيم في كل نواحي العظمة؟ مين اللي عظيم كسياسي؟ مين اللي عظيم كمحارب؟ مين اللي عظيم كمسالم؟ مين اللي عظيم كأب؟ مين اللي عظيم؟ مين اللي عظيم في جوامع الكلم؟ مين العظيم في كل نواحي العظمة؟ ما فيش غير محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كل دوت بقول لك إزاي ما يكونش النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتك. يعني ناقص ايه؟ لقد كان لكم القرآن بيقولها لك بمنتهى الوضوح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تاني يا جماعة الحديث بيقول ايه؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده والناس أجمعين، من والده وولده والناس أجمعين. الفكرة أنت محتاج قدوة ليك، مين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب تاني الحلقة دي بتعرض عليكم، ما رأيك أن يكون قدوتك من النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي؟ فاكر على خطى الحبيب، هتفتش أنا في الحتة دي أتصرف إزاي، أعامل الناس الحتة دي إزاي، نشوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وسهلة والكتب موجودة، وما أكثر ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ سيرته وتاخدها بتعقل وتفهم وتقول أنا هقلد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قدوتي في الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، هعامل الناس بوفاء، هبر الوالدين، هكون أمين في تعاملاتي مع الناس، هصدق مع الناس، هنجح في حياتي العملية، هخطط لمستقبلي، ههتم بالإسلام، هعيش للناس، سأعطي. ما هو ده معنى قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت هصلي قيام الليل، هحرص على طاعة ربنا. يعني إيه قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هقلده في أخلاقه وفي عباداته. هجيبها منين؟ في منتهى السهولة، ارجع للي قاله، اللي أنا قلته، اللي غيري قاله، هتلاقي الأمر سهل جدا. بس أنت لازم تعيش وأنت بتقول أنا قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك يا شباب، خلي بالكوا يا بنات، يعني نقطة مهمة قوي، ليه قدوتك كمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنك محتاج له قوي، محتاج له قوي قوي قوي. أقول لك محتاج له إزاي؟ والله يا جماعة محتاجين له في الدنيا ومحتاجين له في الآخرة. محتاجين له في الدنيا عشان كل طريق إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم ظلام، كل طريق ما عدا طريق النبي صلى الله عليه وسلم أخرته مسدودة، لأن هو طريق الحق اللي ربنا تبارك وتعالى اختاره. يعني اختيارات النبي في الأخلاق، في التعاملات مع الناس، في التعامل مع الزواج، في الشغل، اختيارات النبي هي الطريق الوحيد اللي تفضل مكمل فيه. وأي طريق تاني غير اللي اختاره النبي طريق ملتوي، صدقني أخرته ضلمة. فأنت محتاج له في الدنيا عشان تعيش عيشة حلوة، محتاج له في الدنيا لأن هو حياته فنون في النجاح في الحياة، ومقاومة الصعاب، ومقاومة العقبات، والانتصار على العقبات رغم المعوقات الشديدة. انت محتاج له عشان تقلده. يعني انت محتاج له في الحياة عشان تنجح في الدنيا، محتاج له في الحياة عشان تعيش عيشة كريمة، محتاج له في الحياة عشان تشوف النور وتشوف الهداية. انت محتاج له في الدنيا دي، ومحتاج له في الآخرة أكتر. أقول لك إزاي؟ محتاج له كذا مرة يوم القيامة. تعالوا نتفرج أنا محتاج للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إزاي. تعال نشوف أول لقطة وإنت جاي يوم القيامة، ووقفة يوم القيامة الطويلة. كيف بكم إذا جمعكم ربكم 50,000 سنة لا تأكلون أكل ولا تشربون شربة. مش هتموت لأن الله تبارك وتعالى يبقيك حيا، لكن جوع شديد وعطش شديد ووقفة طويلة وانتظار للحساب والناس تعبانة. تخيل البشرية وهي في وسط هذا الألم الرهيب. تخيل البشرية من لدن آدم ليوم القيامة، الأعداد قد إيه؟ إحنا دلوقتي تعداد الأرض 6.5 مليار. تخيل من أول آدم ليوم القيامة عدد البشرية قد إيه؟ تخيل كلهم واقفين في مكان واحد، صعيد واحد. تخيل الأعداد الخرافية، تعبانين، مرهقين، خايفين، حفاة، عراء، حاجة شيء قاسي. وتخيل إن هم في وسط اللقطة دي
بيقولوا من يحاسبنا؟ أين الملائكة؟ يعني يا رب إئذن أن يبدأ الحساب. يقولون فمن يشفع لنا عند ربنا أن يبدأ الحساب؟ وتخيل البشرية، وتخيل أنت معهم، يعني تخيلي نفسك كده وانت في وسط امواج البشر الرهيبه، وانت بتقول احنا كلنا بنقول من يشفع لنا عند ربنا ان يبدا الحساب، فتجري كل البشريه على سيدنا ادم، فيروحوا لسيدنا ادم فيقول لهم لست لها، يعني لقد اكلت من الشجره، ولكن اذهبوا الى نوح، فتذهب البشريه، تخيل البشريه كلها بتتحرك رايحه على واحد بس سيدنا نوح، فتروح البشريه كلها لسيدنا نوح فيقول لست لها، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم، تذهب البشرية كلها لسيدنا إبراهيم لست لها. على فكرة ما راحوش للنبي على طول علشان يعرف مقامه أكتر، فلو كان راحوا له على طول يمكن كان يبقى في حد تاني غيره، لكن كل نبي من الأنبياء يقول لهم اذهبوا لمن بعدي، كل نبي يقول اذهبوا لمن بعدي، سيدنا إبراهيم اذهبوا إلى موسى، سيدنا موسى اذهبوا إلى عيسى، سيدنا عيسى اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تخيل البشرية وبعد كلمات سيدنا عيسى الجميلة وهو بيشهد هذه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول عليه بالعبودية عبد غفر الله له ما، تخيل وإحنا كل، مش بقول لك يبقى قدوتك في الحياة، تخيل اللقطة وإحنا كلنا رايحين له، شفت بقى لو كان هو قدوتك في الدنيا رايح بقلب إزاي. وتخيل لو أنا دلوقتي بسألك أنت مين قدوتك في الحياة وانت مش عارف تقول النبي صلى الله عليه وسلم، واللقطة وانت رايح له، فتخيل احنا رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم وداخلين على النبي صلى الله عليه وسلم، والبشرية مش احنا بس، ده المسلم والكافر، كل الجنسيات، كل الألوان، كل الأشكال، كل الأزمان كلها رايحة على محمد صلى الله عليه وسلم، اشفع لنا عند ربك أن يبدأ الحساب. فيقف النبي ويقول أنا لها أنا لها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأسجد تحت العرش وأحمد الله بمحامد لم يحمده بها إنسان من قبل، فيقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أشفع في أن يبدأ الحساب، فيبدأ الحساب حبا من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت محتاج له قد ايه، مش بقول لك ده البشريه كلها محتاجاه، ده مش انت بس، ده مش انا بس، ده مش انت بس، ده البشريه كلها رايحه للنبي صلى الله عليه وسلم. طب تخيل محتاج له ايه تاني، تخيل عطش يوم القيامه، تكاد الرقبه دي انها تنقطع من شده العطش، عطشان، وتخيل طول الحساب وطول الوقفه، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض بينادي عليك، يدعوك إلى حوضه، وانت رايح ميت من العطش، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يقولك لا حتى أسقيك، فيضع النبي يده الشريفة فتشرب من يد النبي شربة لا تظمأ بعدها أبدا. تخيل الحوض وانت واقف على حوض النبي وتشرب الشربة من ايد النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أول لقاء ليك مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجها لوجه وعن قرب. تخيل بقى لو كان قدوتك، أو تخيل، خلي بالك إن في ناس عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي تعال اسقيك من الحوض بتاعي، فتجد الملائكة تأخذه وتقول يا محمد إنك لا تدري ماذا فعل بعدك، أنت ما تعرفش هو عمل بعدك قد إيه، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. شفت محتاج له قد إيه؟ محتاج له يوم القيامة علشان يبدأ الحساب، ومحتاج له يوم القيامة علشان في عطش يوم القيامة محتاج لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومحتاج له يوم القيامة ان احنا لما هنقف على باب الجنة، خلاص وصلنا لباب الجنة المؤمنين ان شاء الله ربنا يجمعنا، واقفين على باب الجنة ويبدأ الناس يقولوا من يشفع لنا عند ربنا ان يبدأ الحساب، من يشفع لنا عند ربنا ان يفتح لنا باب الجنة، مين يشفع لنا يتفتح لنا باب الجنة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية يقول أنا لها أنا لها، فيتقدم النبي. تخيل بقى فرحة المؤمنين كلهم، أتباع سيدنا إبراهيم وأتباع سيدنا عيسى وأتباع سيدنا موسى وأنا وإنت، وإحنا فرحانين والنبي بيتقدم وإحنا بنهلل ونكبر رسول الله هيفتح لنا الباب، ويقول النبي فأكون أول من يحرك حلق الباب ويطرق الباب، فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله، فيقول خازن الجنة إن الله أمرني ألا أفتح إلا لك، فيفتح باب الجنة وأول من يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا نخش مع النبي. شفت محتاج له قد إيه؟ محتاج له الحاجة تانية جميلة جدا، إن أنت درجتك في الجنة فين؟ لكن بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم
واقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلى من درجتك، يعني انت اعمالك هتوصلك لفين؟ كلنا عارفين حالتنا عاملين ازاي وبنجتهد وبنحاول، لكن تخيل عايز تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته، في درجته فين؟ عايز تبقى في الفردوس الاعلى من الجنه بحب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل الى النبي وهو جالس وسط اصحابه فقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، انا بحبك يا رسول الله لكن ازاي الحق بيك؟ فقال له النبي: من احب قوما حشر معهم. فلما قالها بيقولك ما فرح الصحابة بحديث كفرحهم بهذا الحديث، لأنهم بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنبقى معاه في نفس درجته في الجنة صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين. شفت أنت محتاج له قد إيه؟ تاني أنا بقول لك كل الكلام ده ليه يا شباب يا بنات؟ أنا خايف عليكم، أنا خايف عليكم في الزمن اللي احنا فيه دون إن محدش لقي قدوة ليه. ولو مالكش قدوة الانزلاق سهل قوي. المثل الأعلى لما بيملى الدماغ وبيدخل في خلايا المخ، أنا عايز أقلد فلان، أنا عايز أقلده، أنا بحبه وعايز أقلده، بيعصم البني آدم من حاجات كتير قوي، بيحفظ البني آدم من وقعات كتير قوي، بيحفظ البني آدم أنه ما يبقاش دنيء، ما يبقاش خسيس، ما يوطاش بأخلاقه، ما ينزلش. بيدفع البني آدم للنجاح لأن قدوتي نجح، بيدفع البني آدم لنهضة، لتغيير، لإصلاح، لتفوق، لنجاح، لأخلاق، لقيم، لمعاملات حلوة، لأن هو عنده نموذج ناجح عايز يقلده، لأن الدنيا مليانة نماذج فاشلة، فإحنا نفسنا ندور على نموذج ناجح. وأنا معرفش، وأنا بقولك كده والله وأنا خايف على الشباب، بقول هذا الكلام، مالناش قدوة قد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمال أحببك شوية أقولك هتلاقي مين تقتدي بيه في كل جوانب الحياة اللي هو، مفيش شخصية في الكون تستطيع أن تقتدي بيها في كل الحياة اللي هو، وشوية أقولك ده أنت محتاج له قوي، محتاج له في الدنيا ومحتاج له في الآخرة. شفت محتاج له في الآخرة في كذا حاجة، محتاج له عشان يبدأ الحساب، محتاج له في عطش يوم القيامة تشرب من إيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، محتاج له عند الحوض، محتاج له عشان يتفتح لك باب الجنة، محتاج له عشان تطلع من درجتك في الجنة إلى الفردوس الأعلى وتكون في أعلى الدرجات، رغم إن كل بين كل درجة والتانية في الجنة كما بين الأرض والسماء. أعلى وأعلى وأعلى لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ماشي على سكة النبي، وربنا عمال يحفزنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم عمال يحفزنا بحبه علشان الحكاية دي، عشان تحصل القدوة. يعني ليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله وناس أجمعين؟ وليه اللي يحبه يحشر معاه؟ لأنك لو حبيته هتقتدي بيه، فلو اقتديت بيه أنت هتتصلح كتير، أنت تستحق أن أنت تكون معاه. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم يعني بيدفعك ويحببك في حبه علشان يقولك هتاخد بيها كتير قوي. أول حاجة هتقتدي. وأنا هدفي من الحلقة دي كأن فاكرين احنا عمالين نقول احنا عايزين منظومة الشباب محتاجها، مجموعة حاجات الشباب محتاجها عشان يتصلح في حياته. أنا بقول من أهمها ومن أجملها أنا بحبك يا رسول الله، بحبك فحقلدك يا رسول الله. تعالوا نشوف إزاي الصحابة حبوه. وأنا عارف إن أنا قلت الحكايات دي قبل كده، بس أنا حابب أقولها لك واسمعها بودنك النهاردة وإنت بتقول هيكون قدوتي، هيكون صلى الله عليه، أنا محتاج دي، أنا محتاج القدوة فعلا في الحياة، وبدور على مين يكون قدوتي في الحياة، فهو صلى الله عليه وسلم. وكويس إن الحلقة دي اتقالت علشان أنا يا رسول الله من النهاردة إنت هتكون قدوتي. شايف الحديث اللي أنا حكيته النهاردة أصل قصته عمر بن الخطاب. إيه أصل قصته عمر بن الخطاب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي هو مجموعة من الصحابة، ففي وسط ما هو ماشيين معهم سيدنا عمر بن الخطاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر، ودي لفتة جميلة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ورقة لطفه وهو بياخد بإيد عمر، فواخد بإيد عمر وماشيين مع بعض، فسيدنا عمر من حلاوة المسكة قام كده بعلو صوته، مع النبي ما اتكلمش معاه، هو مسك ايده بس، قام بعلو صوته قام قال: والله يا رسول الله لأنت احب الي من اهلي وولدي، لا والله يا رسول الله اني احبك، يعني لوحده كده والله يا رسول الله بحبك. فقال له النبي: اكثر من ولدك يا عمر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اكثر من مالك يا عمر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اكثر من اهلك يا عمر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اكثر من نفسك يا عمر؟ قال: لا يا رسول الله. يبقى هو كان صادق في اللي فات، ومش زينا كده ساعات نقوم قايلين كلام اه والله ده انا بحب فلان جدا، لا
أكثر من أهلك؟ أيوة طبعا أكثر من أهلي، أكثر من ولدك؟ أيوة أكثر من ولدي، أكثر من فلوسك. وأنا بسألك، لو كان النبي هو اللي بيسألك السؤال ده، يعني لو أنتوا يا شباب، لو أنت اللي ماشي والنبي صلى الله عليه وسلم مسكك في إيدك وماشي معاك، وأنت يعني من حلاوة مسكة إيد النبي وإن هو كده مهتم بيك، قمت بأعلى صوتك قايل له والله يا رسول الله أنا بحبك، فقام قايل لك الأسئلة اللي بيقولها لسيدنا عمر: أكثر من أهلك يا عمر؟ أكثر من أهلك يا هدى؟ أكثر؟ نعم يا رسول الله. أكثر من مالك؟ نعم يا رسول الله. أكثر من ولادك؟ نعم يا رسول الله. أكثر من نفسك؟ فوقف عمر: لا أنا صادق. فقال: لا يا رسول الله. فتخيل رد النبي، قال: لا يا عمر، لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. لسه يعني النبي ما قبلش 99% حب، مش كفاية انك تحبه 99%، 100%، مش اقل من كده. قال: اكثر من نفسك يا عمر. فسيدنا عمر لما سمع النبي بيقول له: واخدين بالكم ليه؟ طب ليه يا رسول الله؟ ليه ما كان كفاية؟ ما هو بيحبك قوي يا رسول الله. ما هو اكثر من نفسك هيبقى قدوتك، ولو بقى قدوتك اطمئن، هيفضل مهما الدنيا لخبطت معك، مهما الرموز سقطوا، ومهما الناس الكبيرة اللي انت بتبص لها على انها قدوات طلعت مش قدوات، مهما الدنيا باظت، مهما الدنيا بقت وحشة، مهما العالم بقى مليان يعني صراع وخراب وانهيار وانحلال، هتفضل انت واقف على رجليك لان عندك قدوة كبيرة. القدوة يا جماعة مهمة قوي في الحياة، المثل الأعلى مهم قوي يا بنات ويا شباب في الحياة، لازم، وما ينفعش تقول أدينا عايشين وخلاص، ما أنت هتسقط، هتزل، هتضيع، لازم لك قدوة. عشان كده النبي ما قبلش 99%. أنا القصة اللي أنا بحكيها النهاردة، أنا كأني بقول لك إن من غير دي، من غير هذا الحب للنبي مش هتيجي القدوة، ومن غير القدوة سقوطك سهل، بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه السقوط سهل قوي. قبلش 99% من عمر. فسيدنا عمر بيقول: فذهبت وعدت ووقفت وقلت: يا رسول الله، والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي: الآن يا عمر، الآن يا عمر. يعني إيه الآن؟ الآن اكتمل إيمانك. أنا باخد القصة دي. على فكرة ابن سيدنا عمر عبد الله بن عمر قال: يا أبتي أنت عملت إيه وأنت معاك مفتاح كده لقلبك، تروح تقعد مع نفسك شوية وترجع تقوم ظابط الموجة على حب النبي أكتر من نفسك، إزاي عملتها دي؟ يعني مين يملك دي؟ فقال: يا بني، جلست أسأل نفسي لمن تحتاجين أكثر. قلت: يا عمر، لمن تحتاج أكثر، لنفسك أم لرسول الله؟ فوجدت أن احتياجي لرسول الله أكثر من نفسي، أنني إذا دخلت الجنة سأكون في منزلة لا أعلو فيها إلى الفردوس الأعلى إلا بحبي لرسول الله. ده عمر اللي بيقول كده. فوجدت أني أحتاج أكثر من نفسي فأحببت أكثر من نفسي. تعرف تقول لنفسك الكلمتين دول وتصدق فيهم مع نفسك وتقول: هو قدوتي والله لما عامل كده. فلينهار البشر، وليسقط الرموز، ولينتشر الانحلال، ولتضيع الأخلاق. أنا ما بقعش، أنا قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الزمن صعب فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، والقرآن قايل كده ليوم القيامة: وأنا هفضل على طريقك يا رسول الله ليوم القيامة. لو صحابي ضاعوا، لو الشباب والبنات انتشرت فيهم الأخلاق السيئة، لو رموز المجتمع بقوا وحشين، أنا ماليش دعوة، أنت قدوتي يا حبيبي يا رسول الله. تعرف تقول كده؟ حلقة النهاردة على بساطتها، لكن المعنى دون قد يكون أهم معنى في كل الحلقات كلها، لأن أنا خايف على الشباب وشايف اللي بيجري في الدنيا، وشايف أن الرموز اللي يقتدوا بيها بقت قليلة قوي 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 من الأحياء، للأسف للأسف ده واقعنا. وشايف أن الأمل الكبير أن أنا حاطط النبي قدامي وماشي على خطى الحبيب، فاكرين على خطى الحبيب. والله المعنى ده مهم قوي قوي قوي، والله أنا بقوله بمنتهى الصدق. أنا متخيل سيدنا عمر وهو بيقول له: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. نفسك يا أولاد كده تروحوا الجنة وياخدكم النبي في حضنه ويطبطب عليكم ويضمكم قوي ويقول لك: كنت راجل في الزمن الصعب، برافو عليك راجل. يطبطب عليك ويقول لك: أهو أنت بنتي بجد، انت من امتي بجد، انا فرحان بيكي، انت كنت في زمن وكان كل الناس بتبعد وانت مشيتي على خطايا. ده النبي صلى الله عليه وسلم، وده قد كده احنا محتاجينه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، لان انت محتاج له هناك. اللي عايز سكة
سكه ربنا مالكش قدوه الا النبي صلى الله عليه وسلم. والله واللي عايز ينجح في الدنيا مش هتلاقي حد تتعلم منه خطط النجاح والصبر على المعوقات قد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو عايز دنيا مالكش قدوه الا النبي، ولو عايز اخره مالكش قدوه الا النبي صلى الله عليه وسلم. شفت عمر رضي الله عنه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني حب الصحابة لي، وأنا هفضل أحكي لك قصص في حب الصحابة لي. يوم غزوة بدر كان من ضمن الصحابة صحابي اسمه سواد، وسيدنا سواد كان سمين قوي كده، فالنبي كل ما يوقف الصف سيدنا سواد يقوم طالع بره الصف، فالنبي يقول له استوي يا سواد، احنا في معركة مش بنهزر يعني. فسيدنا سواد يقول له حاضر يا رسول الله. يروح النبي يرجع يلاقي سواد مليان قوي، فتلاقيه طالع بره الصف، فيقول له استوي يا سواد. فتالت مرة النبي معدي لقاه برضه طالع بره الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كده ما بنهزرش احنا في معركة يعني غزوة بدر يعني. فقام جايب النبي السواك بتاعه ونغزو بطنه، قال استوي يا سواد. فقال اوجعتني يا رسول الله، وجعتني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام شادد العباءة بتاعته، كشف عن بطنه وقال اقتص يا سواد. تخيلوا قائد في المعركة يكون بالجمال وبالأخلاق العظيمة دي، اقتص يا سواد. فانكب سواد على بطن النبي وقام حاضن بطن النبي وفضل يقبل فيها ويقول هذا ما أردت، هذا ما أردت. فقال له النبي، طلع أنه هو عمل الشغلانة دي كلها وعمال يطلع علشان يبص بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما يا سواد؟ قال يا رسول الله أظن أن اليوم آخر عهدي بالدنيا، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا ملاصقة جسدي لجسدك يا رسول الله. يبدو أنه هو كان داخل المعركة يا جماعة وخايف ما يثبتش، كان محتاج يتعلق بالقدوة قوي عن قرب، فحب يحضن النبي عشان يدخل ممتلئ بهذه القدوة، ممتلئ بشحنة الشعور بالقدوة. وانت كمان في زحمة الحياة محتاج تقرأ عن النبي كتير، ومحتاج تصلي عليه كتير. تصدق أصل الصلة حاجة زي سواد كده بتوصلك بيه على طول. خلي بالك كل ما تصلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. من صلى علي صلاة، الصلاة على النبي نوع من الدعاء، اللهم صلي على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ده حب للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه بها عشرة يعني ايه؟ نزل الصلاة هنا صلاة الله عليك رحمة من الله، نزل عليك عشر رحمات الله تبارك وتعالى بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي ما من رجل يصلي ويسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. زي سواد، سواد حضن النبي عشان يدخل المعركة بقلب جامد. وانت محتاج تقول اللهم صلي على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وتجعل لها ورد، تقعد تذكر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اليوم، علشان انت وانت بتقول صلى الله على محمد، هو الحديث بيقول رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يعني وانت بتقول اللهم صلي عليك يا رسول الله صلى الله على محمد، النبي بيرد وعليك السلام يا محمد، وعليك السلام يا إيمان، وعليك السلام يا أبو بكر. تخيل هذا، تخيل هذا الاتصال الجميل الجميل. ليه؟ لأنك محتاج القدوة، لأن الزمن الصعب محتاج قدوة. ما تستبدلش بالنبي صلى الله عليه وسلم حد تاني. لو لقيت في الأحياء حد نموذج متميز تستطيع أنك تاخد قدوة، خير وبركة. لكن النموذج العظيم الذي يملأ حياتك وتقتدي به وللمفروض من الأحياء يكون أصلا هو قدوته، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف خبيب بن عدي وهم بيقتلوه وموقفينه قريش أسرته أثناء يعني بعد غزوة أحد، وأسرينه ومحطينه في التنعيم، وطلعت كل قريش عشان تضرب عليه السهام، ومحطينه على خشبة وبيضربوا السهام على أديدنا أن يقتلوه علشان يعذبوه. وفي وسط ما هو كده خلاص هيقتلوه، يجي أبو سفيان ويقف تحت الخشبة بتاعته يقول له أستحلفك بالله يا خبيب أن تصدقني، أتحب أن يكون محمد مكانك وتكون أنت آمن في أهلك؟ لو انت مكان خبيب في اللحظة زي دي وحتموت والرعب والخوف، ويمكن لو بنت ان انت مصر اكتر يعني زوك اكتر، لكن خبيب بيحب النبي قوي فكان رد. وابو سفيان، ابو سفيان كأن خبيب حس ان ابو سفيان مش مصدق الحب الرهيب دون. استحلفك بالله يا خبيب انت اتحب ان يكون محمد مكانك، هو اللي بنعمل فيه كده، وتكون انت معزز في بيتك. قال والله ما أحب أن أكون في بيتي ويشاك رسول الله شوكة وهو في بيته، أفأحب أن يكون مكاني؟ ده أنا لو أنا في بيتي
وهو بس خبطته شوكة أبقى أنا تعبان، فما بالك إنك تقول لي يبقى مكاني إزاي اللي أنت بتقوله ده؟ ده شيء لا يتصور. فوقف أبو سفيان وهز دماغه وقال: ما رأيت أحد يحب أحد كحب أصحاب محمد لمحمد. عشان كده خبيب صبر، وعشان كده وقف ثابت. ولما سألوه تحب إيه قبل ما تموت قال لهم أحب أصلي ركعتين، لأن كان قدوته بيحببه في صلاة ركعتين، وما خافش. وقال: والله لولا أن تظنون أني أخاف الموت لأطلت في الركعتين كيف أشاء، ولكني لا أخاف الموت. اتعلم، مقتدي، مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أرى عن النبي إزاي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا شباب، يا شباب سامع إزاي حبوه؟ ده مش هم بس، ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم خرج ورجع متأخر، فرجع ثوبان، ده خادم النبي، فرجع لقى ثوبان بيبكي، فقال: ما يبكيك يا ثوبان؟ قال: أوحشتني يا رسول الله، وحشتني يا رسول الله. والله وإحنا دلوقتي بنقولها: وحشتنا يا رسول الله، يعني مشتاقين لليوم اللي نلتقي فيه بالنبي كده عند الحوض، ويسقينا ويبتسم لينا ويحضننا ويقول لنا: أنا راضي عنكم. يعني تخيل اللقطة الجميلة دي، تستاهل والله. فتخيل ثوبان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم اتأخر فرجع لقى ثوبان بيبكي، فقال: ما يبكيك يا ثوبان؟ قال: أوحشتني يا رسول الله. قال: ألي هذا تبكي؟ يعني ده أنا ما غبتش غير كم ساعة. قال: لا يا رسول الله، مش ببكي عشان كده. قال: فلما؟ قال: ولكن أبكي لأنني تذكرت أننا نموت، وإذا دخلنا الجنة كنت أنت في منزلة وأنا في منزلة، فحرمت أن أكون معك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيعيط على كده. هو لما النبي غاب عنه ساعتين فافتكر: طب في الجنة، طب ما انا مش مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس درجة النبي، فبكى. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول، ففرح الصحابة، طب نطيع. شفت القدوة جت فين؟ عايز تبقى مع النبي طيعه. طيعه يعني ايه؟ يعني خليه قدوه ليك. مش بقول لك حلقه النهارده خطيره جدا جدا جدا. احنا كنا بنقول ان السلسله بتاعتنا بتاعت ال 30 يوم دي يا اما اخلاق يا اما عبادات يا اما مهارات. طب حب النبي وانك تجعله قدوه ليك، دي ايه؟ دي كل الحاجات دي. دي الثلاثه مع بعض، دي النجاح في الحياه، دي النجاح في الدنيا وفي الاخره. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يا جماعه، ده حتى الجماد، حتى الجماد، حتى النبات احب النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا ناسيين الحديث اللي قلناه كتير، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب، فلما كان بيخطب في المسجد النبوي كان يقف ويمسك في جذع الشجره علشان الناس تبقى شايفاه، يعني عشان يبقى محددين مكانه في وسط الزحمة، فيمسك الجزع ويستند إلى الجزع ويخطب. فلما زاد عدد الناس بنوا له المنبر، فتحرك النبي، يعني ما فيش مسافة، حاجة بسيطة كده، يعني 2 متر ولا 3 متر بين الجزع وبين المنبر، وطلع المنبر. كل الصحابة بيجوا الحديث ده لأن كل الصحابة سمعوا، لأنهم كانوا قاعدين يقولون: فسمعنا للجزع أنينا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. تحبوا كده؟ ممكن تبقى شاعر نحوه بهذا الحب. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وظل يمسح على الجزع حتى سكن كما يسكن الصبي. عارف الطفل لما تقعد تطبطب عليه لغاية ما يسكت؟ الجزع حصل له كده. تخيلوا يا جماعة، النبي بعد عن الجزع 3 متر، بكى، الخشب عيط. وإحنا يا جماعة، تخيل الخشب لفراق النبي 3 متر بكى، لغاية ما النبي طبطب عليه وقال له: أما ترضى أن تدفن ها هنا وتكون معي في الجنة؟ فسكن الجزع خلاص. ايه رأيك بقى؟ يبقى قدوتك ولا لأ؟ تحبه ولا لأ؟ حب يجيب قدوة، قدوة تجيب نجاح. احنا محتاجين لحاجة زي كده. فاضل سؤال في الآخر، طب ايه اللي يساعدني على حب النبي؟ 4 حاجات تساعدك على حب النبي صلى الله عليه وسلم: زيارة مدينته، تزور المدينة، تشوف مكان غزوة أحد وتشوف كذا وتشوف كذا وتشوف البقيع وتشوف المسجد النبوي، وتقف أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على النبي وتستشعر وهو يرد عليك السلام وتفرح بهذا الأمر فرح. زيارة مدينته. 2، اتباع سنته.
سنته يعني ايه؟ اخلاقه وعباداته، تقتدي، تدور كان بيعمل ايه، كان بيعامل الناس ازاي، تواضعه كان شكله ايه، هقلده في تواضعه، احسانه للناس كان شكله ايه، اتقانه للعمل كان شكله ايه، بره للناس، صلته للارحام، وفاءه للناس، هقلدك يا رسول الله في اخلاقك وهقلدك في عباداتك. يبقى زيارة مدينته، اتباع سنته، ثلاثة كثرة الصلاة عليه، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير عشان تستشعر القرب من القدوة وتستشعر حلاوة ان هو بيرد عليك السلام. الحاجة الرابعة والأخيرة اللي تقربك من حب النبي صلى الله عليه وسلم هي دراسة سيرته، تشوف النموذج، نموذج النجاح، التجربة العظيمة اللي مفيش تجربة زيها في تاريخ البشرية. يا جماعة احنا محتاجين قدوة، ربنا بيقول عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وربنا بيقول عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وربنا خلى قصة حياة النبي وسيرة النبي نموذج النجاح للبشرية. ما تيجي نقلد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تيجي نزور المدينة، ما تيجي نكثر من الصلاة عليه، ما تيجي ندرس سيرة النبي، وعندك على خطى الحبيب اسمعوها وقلدوها. آخر حاجة، ما تيجي نتبع سنته، يحصل إيه؟ يحصل إنك تحبه، حبيته يحصل إيه؟ بقى القدوة، لأن ما فيش قدوة من غير حب. بقى القدوة بتاعتك، مبروك عليك، إن شاء الله نجح في الدنيا ونجح في الآخرة. ما تخافش لو الدنيا باظت من حواليك، أنت هتفضل ثابت طول ما قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نراجع الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده والناس أجمعين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربنا يحفظكم يا شباب.